لكن فريق زي الشباب ما هي انك تحقق او تنافس. يعني انا بقول لك يا خلينا نقول الظروف، ظروف الاتحاد شبيهه بالشباب ويمكن اشد. ظروف الرايد قاعد يقدم الرايد مستويات جيده. انا شوف ما يهمني، شوف احيانا الفريق الكبير او الفريق البطل يهتز، ولكن ما يهتز بالصوره اللي قاعد اشوفها. يمكن اهتز اهتزاز مباراه مباراتين ولكن اعود بسرعه، ولكن الامور اللي قاعد اشوفها فيها يعني امور فنيه، يعني يحتاج الفريق الى 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 شكل يعني مضمون. انا ما اشوف شكل يعني فني غير المضمون ما هو موجود، مضمون الفني. انا بعطيك على سبيل المثال انديه مثلا الرايد تحس بفريق منظم، فريق تعرف المنهجيه اللي قاعد يقدمها. فريق القادسيه جاء من تحت من يمكن اسبوعين او ثلاثة اسابيع او اربع اسابيع هو في المؤخره. الان يعني هنا نقول القيمه الفنيه للمدرب، ولكن نقول نحتاج الى برضه الى تفعيل اكثر. دور الفكر الفني يحتاج الى ترى ممارسه ويحتاج الى خبره اكثر. يعني يمكن انا نجم كلاعب، اما في التدريب احتاج الى وقت عشان اكون في المستوى الفني اللي يوصلني للمنافسة أو التنظيم الفني الأفضل. طيب الشباب حتى الآن بالنسبة لك يفتقد الهوية؟ نعم. والشخصية؟ نعم. هيبة ما عنده شخصية فنية داخل الملعب؟ ما أشوف فيه فوضى. أنا أشوف فيه فوضى. يعني أنا أمس تابعت المباراة، يعني ما احترامي حتى اللاعب الاجنبي لما اعطيه اكبر من حجمه يكون فوق الفريق. انا بنيتو كان لاعب كويس بدايه الموسم، امس فيه انانيه زياده على اللزوم، في فوضى في بعض اللاعبين. انا اقول لك يا فنيه انا ما علي، ولكن ما ابغى اولها الناس تقول والله ليه تتكلم. في بعض الاعلاميين وخاصه الهلاليين يولها لاشياء غريبه، انا ضد سامي. لا انا من ضد سامي، انه ضد سامي المدرب. الان ننسى سامي اللاعب، سامي اللاعب كان نجم في ما ننكرها، نجم في اللعب، حقق مع ناديه ومع المنتخب بطولات وحقق وله اسم. طيب سامي المدرب، ولكن سامي المدرب يحتاج الى وقت عشان يكون سامي المدرب. الان سامي اخذ الشكل ولم ياخذ المضمون. طيب يعني الان ترى بانه غير مناسب للتدريب الشباب؟ شوف انا يعني المناسب يعني اختلاف وجهة نظر هذه الإدارة. أنت بالنسبة لك كمدرب وطني، سامي أضاف فنيا للشباب ولا لا؟ لا ما في إضافة. لم يضيف للشباب. لا ما في إضافة الفنية اللي. يعني ما كان خيار مناسب للشباب. لا ما من كان. وجهة نظرك. أنا وجهة نظري ما كان خيار مناسب. بس